مساء الخير، السلام عليكم. انا ان شاء الله السيشن بتاعتنا هتبدا النهارده، هنتكلم على ايفولفنج ثريت لاندسكيب وايه التغيرات. في الاول حابب اعرفكم بنفسي، انا ابراهيم يوسف، تكنيكال ليدر في ترند مايكرو، ماسك النورث المملكه العربيه المتحده كي اس اي ونورث افريكا وليفانت. ان شاء الله السيشن بتاعتنا النهارده هنشير معاكم حبه ستاتستكس وريبورتس اللي متابعنا في ترند مايكرو بقالنا 3 4 سنين، بنلانش او بنقدم ريبورتات في السنه ثلاث انواع مختلفه من الريبورتس. في ريبورت بيظهر دايما في اوجست تايم فريم شهر 8، بنتكلم عن الثريتس اللي شفناها في النص الاولاني من السنه، تمام. وفي ريبورت زي دلوقتي في ديسمبر تايم فريم، بنتكلم بنقول توقعاتنا للسنه الجايه، ايه اللي احنا شايفينه بسبب الريزلت اللي حصل في السنه دي، السنه الجايه شكلها هيبقى عامل ازاي. وفي اول السنه الجديده فبراير تايم فريم بنلانش ريبورت تاني بنقول اللي شفناه في السنه اللي فاتت كلها على بعضها. طيب الريبورتس دي الغرض منها ايه او ليه بنطلعها؟ طبعا نعرف الكاستمر والنون كاستمر بتوعنا اللي حابب انترست في الفيلد بتاعنا ان يشوف التغيرات والاتاكس والثريتس وصلت لحد فين، بحيث طول ما انت دايما عارف ايه اللي جاي لك او ايه المستقبل جاي شكله عامل ازاي، تقدر تبتدي تحط احتياطاتك والاستراتيجي بتاعتك وتبني 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 وهكذا. وده اكشولي الغرض من السيشن النهارده. السيشن انا ممكن هتلاقينا في حبه ارقام، بس حابب مش هركز بس على الارقام، هقول شير معاكم حبه سام كيس ستاديز وريل اكسبيرينس من الفيلد اللي الواحد شايفه في الماركت. ليه؟ نبقى متبادل. وحابب برضو السيشن تبقى انتراكتيف، في اي حد ممكن ليه سؤال هنفتح كده الاسئله في الاخر، او لو حابين برضو حد عايز اي نوتس ممكن يكومنت. اوكي؟ طيب حابب هبتدي بالورلد ايكونومي فورم. ده ريبورت بيصدر كل سنه من الورلد ايكونومي فورم، معروف. بيتكلم على الريسك اللي اتشاف في السنه دي، والمربع اللي احنا شايفين باصين عليه المربع اللي احنا شايفينه ده لو جينا بصينا تحت الريبورت ككل، هو احنا بنتكلم السكرين الزوم اللي احنا شايفينه ده بيقع في المربع ده، تمام. اللي هنا ده من فوق الامباكت بتاع الريسك او الاتاكس او الثريت ده، واحتماليه حدوثه بنسبه قد ايه. كل طبعا ما نروح فوق على اليمين كل ما كان الامباكت بتاع الثريت او الريسك ده عالي جدا، واحتماليه حدوثه تبقى كبيره جدا. ففي 2017 بنلاقي الحاجه اللي تخص الفيلد بتاعنا، طبعا هنا في الريسك بيتكلم جميع انواع الريسك، من اول الحاجات الطبيعيه الناتشرال، الفيضان، الزلازل، البراكين، للسرقه، للفيلد بتاعنا اللي بنتكلم فيه السايبر سكيورتي. فهنلاقي ان السايبر سكيورتي اتاكس والكريدنشال سيفت ده البوزيشن بتاعها اجينست ريسك الباقي الحاجات المختلفه الثانيه. 2018 هنلاقي المربع ابتدى يشيفت لفوق، معنى كده ان الامباكت بتاع الريسك بيزيد واحتماليه حدوثه برضه بتزيد. لو جينا على الريبورت ده وعملنا الريبورت ده بيلانش جلوبالي على مستوى العالم كله، بس هنفوكس وزوم على المنطقه بتاعتنا على الميدل ايست، هنلاقي الريبورت حاطط احصائيه في 2018 اول ثلاث مراكز لاكثر ريسك بيهدد المنطقه بتاعتنا. لو ناخدهم من المركز الثالث، المنطقه معروف كلنا عارفين اللي بيحصل فيها الهجمات الارهابيه بتيجي في المركز الثالث. السايبر سكيورتي اتاكس بتيجي في المركز الثاني، متفوقه على الهجمات الارهابيه اللي احنا بنعاني منها في المنطقه بتاعتنا بشكل ميدل ايست اللي بتكلم عليه. وطبعا في الاول نسبه خسور العمله والماني ستوك تشينج. طيب حابب اشير معاكم اول كيس ستادي عشان برضو نفهم شكل الثريت واللاندسكيب بتاعه اتغير ازاي. ده 2017 اكتوبر السنه اللي فاتت، بنك في تايوان اتسرق منه 60 مليون دولار. طبعا رقم زي ده
لو عشان من زمان يتسرق من بنك فاحنا طبيعي كده يجي لنا في دماغنا افلام وعربيات واسلحه ومسدسات ومدافع عشان تدخل تسرق خزنه من البنك وتاخد الرقم ده. هوفر ان في الكيس دي اللي اتسرق من البنك بالظبط عباره عن ماوس كليك وسترايكس كيبورد واتسرق المبلغ ده وتحول. الستوري او الهيد لاينز زي ما بتتكلم كده في مالوير هي كانت السبب بيهايند السرقه بتاعت ال 60 مليون دولار ده. بس لو جينا بقى ندخل ديب ديج شويه نعرف ايه اللي حصل بالظبط. الاتاكر كان كومبرومايز النتورك بنك بقاله 6 شهور قاعد وموجود جوه الانفايرمنت بيتابع وبيمونيتورنج كل الاكتيفيتي اللي بتحصل جوه البنك نتورك. من ضمنها لو حد معانا موجود في البانكينج او الفاينانشال سيكتور السويفت. السويفت ده الابلكيشن المسؤول على الترانزاكشن بتاع الماني من بنوكس والبره والجوه والكلام ده كله. فهو زي ستادي الترانزاكشن اللي بتحصل البنك بيعملها ازاي وامتى وفين وليه. وساعه الساعه صفر وانس ان هم قرروا خلاص ان يضربوا الضربه بتاعتهم ابتدوا بالمالوير السبوك بوين دي اللي اخترعوها عملوها ابتدوا يلانش اتاك راندوملي في حتت مختلفه من فروع والمركز الرئيسي بحيث يشغلوا الجماعه بتوع الاي تي عن الاكتشوال اللي هم الجزء اللي بيعملوا اللي هو ماني ترانسفير نفسه بحيث الناس تبقى مشغوله مع الرانسوم وير اتاك وازاي يرجعوا الداتا والكلام ده كله وهم من الناحيه الثانيه شغالين في تحويل الفلوس. يعني الحمد لله اتمسكوا بعد كده التحويلات اتحولت لبلاد مختلفه في اتمسكوا في برضه بعض من الفلوس ما اتمسكتش. طيب ده بيأدينا لايه؟ ان احنا شايفين الاتاكس مختلفة عن غير زمان. كان زمان المالوير بس او الفيروس اللي بيضرب الماشين او الكمبرومايز النتورك خلاص وده كده خلص على كده الاتاك. لكن زي ما احنا شايفين في الكيس ستادي اللي فاتت ميكس بالظبط كده ادفانسد وبيستخدم طرق كتير وعنده الكاونتر ميجر بتاعها ان هو ازاي برضه يدافع عن نفسه كاتاكر من الديفنسز بتاعتك. وهنلاقي طبعا ان خلاص ان انت حاطط لو بتعتمد بس على سكيورتي ان انت حاطط لاير في البريمتر هي بس اللي بتحميك خلاص الكلام ده ما بقاش نافع ولا ينفع في اي نتورك ولا اي انفايرمنت عندك. كمان الاتاكر بيحاول يروح للتارجت الاسهل بالنسبه له. يعني لو لقى عنده مثلا 10 اوبشنز عايز ياتاك كومبرومايز نتورك فيهم واحد صعب والتسعة سهلين فليه هيبتدي مع العاشر او الواحد ده ويسيب التسعة؟ لا هيجو في الحاجة السهلة. وطبعا السوشيال انجينيرنج اتاك ده بقى خلاص كومن في اي اتاك بنشوفه. طيب الريبورت اللي بنتكلم عليه والارقام كلها اللي انتوا هتشوفوها ان شاء الله اشارها مع حضراتكم جاية منين؟ جاية من تريند مايكرو جلوبال ثريت انتليجنت نتورك او السمارت بروتكشن نتورك بتاع تريند مايكرو بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه؟ بتتكون من عندنا هاني بوتس موجوده في حتت كتير وورلد وايد سنسور. وايد سنسور بنعمل بناخد الترافيك نعمل له كابتشر وبنعمل له اناليسز كل ده بيساعدنا. وكمان الكاستمر بتوعنا عنده الاوبشن ان هو يبارتيسيبيت يدينا الفيدز الفايندنجز والديتكشن اللي عنده يبعتها لنا فور فرزر اناليسز وان احنا نقدر نطلع ريبورت بالارقام ده. وطبعا اور اون ثريت ريسيرشر. وامبارح كان في سيشن عبد العزيز كان من زي دي اي تيم زيرو داي انيشيتيف كان بيتكلم ده بارت من التيم بتاعنا مجهودهم كلهم بيطلعوا لنا الارقام والريبورتس اللي احنا بنشوفها دي. وطبعا بنمونيتورنج الدارك ويب والكوميونتي الاندر جراوند على اساس نبقى برضو اب تو ديت ونشوف نحط سولوشن للاتاكس اللي بنشوفها في الاندر جراوند كوميونتي. طيب اللي نتكلم الريبورت تايم فريم قلنا النص الهاف 1 من 2018 اول 6 شهور في 2018 تريند مايكرو سمارت بروتكشن نتورك واحد فيندور لوحده سنجل عملنا بلوك ل 20 مليون ثريت في اول 6 شهور بس. طيب ريبورت فيه بعض الارقام بوزيتيف بعض الارقام نيجاتيف. فمن ضمن الارقام البوزيتيف طبعا الرقم الكبير اللي شفناه سكاس اول اوفر اول ثريد بلوك. الحاجه الثانيه ان الزي دي اي تيم عمل ريبورت لزيرو داي فورنابيلتي 602 زيرو داي فورنابيلتيز هاز بين ديسكفرد او ديسكلوزد باي الزي دي اي تيم. حاجه كمان
ان الرانسوم وير هنتكلم عليه شويه باستفاضه، فاميلي اللي هو يبقى حاجه نوع جديد ككل من الرانسوم وير حصل له ديكريز بنسبه 29%، فدي حاجه كويسه ان احنا بنتكلم على اللي عايزين نشوف الثريتس بتنزل ازاي. حاجات بقى اللي مش كويسه ان احنا ابتدينا نلاحظ على السكادا سيستم والاندستري كنترول نتوركس الانكريزنج بالفرنابيلتيز عليها بنسبه 30% زياده. فواضح كده ان الاتاكرز بقوا بيركزوا في حته كانت زمان بلايند سبوت او مش عرضه للاتاك قوي. وكمان الكريبتو كرنسي مايننج زاد بنسبه 141%. وعندنا في الميجا بريتش، الميجا بريتش احنا بنتكلم هنا اباف ال 1 مليون لاي اورجانيزيشن داتا هاز بين ستولن بالرقم ده زادت بنسبه 67%. والاخر حاجه البيزنس ايميل كومبرومايز، وده ممكن هيبقى من التوبيك، انا هختار ريبورت كبير جدا بيكفر ارياز كبير، انا ممكن هسلكت بعض البوينتس وهنتكلم عليها باستفاضه بالارقام ديتيلز بتاعتها، وفي الاخر جانا شير ويز يو اللينك بتاع ريبورت فور ايه فور يور ريفرنس لو حد حابب يقرا الريبورت كله. طيب اول حاجه هنفوكس عليها الفايلس والمايكرو والسمول فايل والرانسوم وير ثريتس. طيب بالنمبرز بنتكلم طبعا السايبر كريمنال بيلاقي طرق جديده، فعندنا السمول فايلز التراديشنال انتي فايروس او الايفن نيكست جنريشن اند بوينت بروتكشن، لو مثلا ليتس سي الفايل بالكي زي ويل سكيب السكان بتاعه مش هيعمل له سكان، في حين ان الفايل ده عشان صغير ممكن يبقى هو مالوير. الحاجه الثانيه الفايلس مالوير اتاكس العادي اي مالوير عشان تبتدي تاكتيفيتد وتبتدي انفكشن وتعمل الشغل بتاعها هاز تو ريزيست على الديسك او تبقى انستول او وركينج اون يور ديسك. الفامي من الاتاكس دي لا، هو الفايل خلاص مش محتاج يبقى موجود على الديسك عشان يبقى اكتيفيتد. الفايل ممكن بيبقى لودد في الميموري او في الريجستري بتاعك وبيبتدي يلانش الاتاك بتاعه. فنيو تايب اوف اتاكس موجود معانا بقاله سنتين وفي زياده. موجود عندنا النوع الثاني الميليشيز مايكرو، طبعا المايكرو في بعض الانفايرمنت بتبقى مهمه فور بزنس عشان يشتغل مع المايكروسوفت دوكيمنت فبيحتاج ينيبل المايكرو، فطبعا الاتاكر بيستخدمه المايكرو فور ميليشيز اكتيفيتي. لو بنتكلم بقى بارقام وهنفوكس على الريجون بتاعتنا، الريبورت بيكفر جلوبالي فانا بس واخد السكرينز او النمبرز بتاعه الاريا بتاعتنا، فهنلاقي هنا مصر بالنسبه لافريقيا بتيجي في الثيرد بليس من ديتكشن لمالويرز. احنا لقينا في النص السنه الاولاني من 2018 حوالي 4065000 مالوير ديتكشن في مصر، طبعا في المركز الاول ساوث افريقيا ومراقبه. طيب عشان احمي نفسي من الاتاكس دي ازاي؟ احنا لما هنتكلم على ثريتس هنحاول ندي لحضراتكم بعض الادفايس كجنرال او نيوترال او نون فيندور اورينتد، وبرده هنقول اللي عندنا الحلول من عندنا من ثريند مايكرو ليه. ف الوايلد او الاوبن سوليوشن او الادفايس من ناحيتنا ان انت هاو تو بروتكت اجينست المالوير، ان انت تستخدم على الاند بوينت بيسايد يور اند بوينت ديتكشن او البروتكشن ايجنت بتاعك تستخدم حاجه تفعل حاجه زي الابلكيشن كنترول. الابلكيشن كنترول بالذات في البوينت اوف سيل ماشينز او الماشين فور وركينج فور بيربس معين ما بتعملش اي حاجه تاني، الابلكيشن كنترول سوليوشن والجانا فيت ويبقى هو البيست اوبتيمم سوليوشن في الجزئيه دي، ان يمنع اي فايل من هو يشتغل على الماشين بتاعك. الحاجه الثانيه طبعا كونسبت في السكيورتي كلنا عارفينه واكيد ديفنس ان ديبس، وتبتدي تبني المالتيبل لاير بتاعتك دايما اولويز ريكومندد في اي انفايرمنت او في اي نتورك. ولو انت عندك في الانفايرمنت زي ما كنت بقول بعض البيزنس اور كومبانيز مش محتاجه اساسا شغلها، يبقى على الدوكيمنت بتاعت مايكروسوفت انيبل المايكرو، فانت اساسا ممكن تقفل الباب ده كله وما دونت انيبل المايكرو عشان ما يجيلكش منها الماليشيس اكتيفيتي. من عندنا من ترند مايكرو ايه اللي بنقدمه او حلول موجوده على اساس تحميك من الاتاكس بتاعت الرانسوم وير. دي اسامي سوليوشن لو هنيجي نيم ات باي نيم، الاوف سكان ده الاند بوينت بروتكشن سوليوشن بتاعنا نيكست جنريشن،
الهوستد ايميل سكيورتي من اسمه طبعا ده سوليوشن ديديكيتد تو سكيور الميل شانل بتاعك، في منه از سيرفيس على كلاود وفي منه اون بريمس. والديب ديسكفري فاميلي ده الساند بوكس تكنولوجي سوليوشن بتاعتنا والنتورك فورنزكس والاي بي تي سوليوشن تو ديفند يو اجينست الاتاكس فور سيميلر. طيب بما اننا نتكلم على المالوير هننزل لير شويه، هاخد رانسوم وير از ان اكزامبل. رانسوم وير الانفكشن شانلز بتاعته المعروفين بيبتدي يا اما او بيبتدي تارجت اتاك من ناحيه الميل او الويب او الشانل الطبيعيه الاند بوينتس عن طريق يا اما بستخدم سكيبلويد كيت او الاند بوينت يو اس بي ممكن الكلام ده. في كل شانل من دول انا ببقى محتاج احط الديفنس بتاعي. هاويفر كمان ان الاتاكس لو بيبدا هنا في اي شانل من دول شفنا حاجه زي من سنتين الوانا كراي بيبتدي بروبوجيت بيشتاكت از وورم في النتورك ويبتدي انفكت الاذر ماشينز صح؟ طيب بالنسبه للرانسوم وير حابب اشير برضو زي ما قلت لكم السيشن فيها برضو بعض الاكسبيرينس والكيس ستادي. ناو دايز احنا بقى لنا اسبوعين اهو واسبوع ونص داخلين في بتكلم على المملكه العربيه السعوديه شايفين فاريانت جديده بيتارجت بعض المينستريز وبعض الانفراستراكشر كومبانيز وبعض الاويل اند جاز كومبانيز ديستركتيف. حد سامع عن شمعون قبل كده؟ في كان 2012 شمعون 1 ده الفاريانت الاولاني، 2016 شمعون 2، النهارده شمعون 2 برضو كان في نفس التايم فريم ديسمبر 2016، النهارده 2018 ديسمبر شايفين فاريانت لسه نوت يت مش لا فيش ريبورتس اناوس كتير عليها، بس زي ما بقول الكيسز دي ريل كيسز لسه كانت معانا في الاسبوعين اللي فاتوا من اسامي كومبانيز ما نقدرش لسه ديسكلوزد. ومش النيم شمعون 3 لسه ما بقاش كومن، بس جاي منين؟ ان احنا شايفين البيهيفير بتاع المالوير دي ان هو ميكسد بين الفاريانت الاولاني والفاريانت الثاني ومعاه كمان ادفانسد. فالفاريانت الاولاني احنا كان عندنا ديستركتيف مالوير وانس ان هي او بتنفكت الماشين بيبتدي يعمل وايب للماستر بوت ريكورد بتاعك، فبالتالي الهارد ديسك بيبقى نوت ريكفربل ما تقدرش ترجعه ما تقدرش تستخدمه انت هاف تو فورمات. الفيرجن الثانيه بتاعته كان معاها نفس الديستركتيف ومعاها رانسوم وير مسج يبتدي يطلب منك فلوس عشان تانلوك الداتا بتاعتك. اللي احنا شايفينه في خلال الاسبوعين اللي فاتوا هو زي ما قلت ميكسد نفس الكلام يطلع ديستركتيف يبتدي يضرب الماستر بوت ريكورد، بس انت لو كان استعنت بحد اكسبرت شويه في الفورنزكس كان بياخد الهارد ديسك ويقدر يعمل ريكفري للفايلز المهمه بتاعتك لو ما كانش في رانسوم وير مسج طلع لك. لا ده كمان بيعمل ايه؟ في الفيز الاولانيه وانس نهايه الماشين بيبتدي يكاري ليست اوف فايلز موجوده على الماشين دي ويعمل وايب للفايلز كمان. فهو بيمسح الفايلز الاول وبيكاري ليست عشان دي اللي هيعمل بيها الرانسوم مسج بعد كده يبعتها لك، وبيبتدي السكند ستيج بتاعه ان يعمل وايب للماستر بوت ريكورد. فيري ديستركتيف انتيتي وزاره من الوزارات الكبيره حصل عندهم الاتاك ده شفناه كان ساعه الصفر برضو بتاعتهم دايما بياخدوا يوم الخميس اخر بعد فتره الدوام او نهايه العمل يعني بيبتدي لانش عشان يجيب الناس كلها محدش يبقى موجود مهتم ويبتدي الناس تلاقي. حصل عندهم ثلاثه سيرفر هوستد على الفيرشوال كل سيرفر حوالي عليه افريج حاجه و20 سيرفر كلهم هاز بين وايبد وكل الداتا بتاعته ده. ده مش بس كده مش بيتارجت الماشينز، لا الادفانسد كمان اللي شفناه انه بيتارجت السويتشات على لير النتورك. الايدج سيرفر اقرب حاجه للاند بوينت اللي هاز بين انفكتد بيروح عليها وبيروح يعمل وايب للاوبريتنج او الاي او اس ايمج بتاعه السويتش وما بيبقاش هو كمان بيحصل له ديستركتيف ما بيبقاش نافع تعمل فيه حاجه دي. قول. الحمد لله كل الكيسز اللي شافتها ما كان نون ترند مايكرو كاستمر. اتفضل يا اسراء. لا كان نون ترند برضه.
يعني ريبورتس مش هنجيب حاجه نحط اسمنا عليها. هاويفر كيس وحصلت قبل كده ييرز قبل كده كان في بريك وبنحط اسمنا عادي وي ار نوت شاي او ما بنخجلش من احنا اناونس حاجه زي كده. بس ترولي فاكتس حقيقه يعني الاسبوعين اللي فاتوا كل الانجيجمنت بتاعتنا كان في السعوديه مع نون تريند مايكرو كاستمر ويعني محتاجين ممكن نتكلم في ديتيلز على اللي حصل اكتر. اوكي الانتري بوينت لسه مش متاكدين يعني انا بقول لك ده بيزد على الاناليسيس بتاعتنا احنا الانجيجمنت في بعض الاكونتس في الفتره لسه الكام يوم اللي فاتوا الفولي ريبورتس وبالظبط ايه اللي بيحصل ممكن يبقى فيه اكتيفيتي تانية ما شفناهاش احنا حد تاني هيريبورت عليها الفول ستوري لسه نوت بابليك ييت بس يعني انا حبيت اشير معاكم الموست اب تو ديت سيناريوز اللي بتحصل تمام فاحنا هنستنى لما يطلع حد باناليسز كله بيجري عليها ويقول فعلا بس الاي او سيز موجوده لحد حابب ميك شور ان النتورك بتاعته بروتكتد والاي ار رولز وكل الكلام ده موجود ببلش من اكتر من فيندور كان بيشيرد معاك لو انت عايز. طيب ده الغرض برضو كنت واقف على الرانسوم وير ليه عشان نشوف التغيير والمدى الثريت لاند سكيب بيتغير ازاي. بنتكلم بقى لو هنشوف نمبرز اجين لو مثلا السنه اللي فاتت ست شهور الاخرين منهم مقارنه بالهاف الاولاني برضو في زياده من ناحيه ان احنا بنعمل ديتكشن للرانسوم وير بس على العكس زي ما كنت بقول الفاميليز بقى نفسها اللي نلاقي فاميلي حد يعمل شابون 3 جديد فاميلي جديده بتقل بنسبه حاجه و20%. النهارده زي ما قلت في الاول الثلاث ريبورتس اللي احنا بنطلعهم كل سنه لسه يوم 11 ديسمبر وي لانشد البريدكتيشن او تنبؤاتنا ل 2019. الريبورت لسه جديد انا يمكن حتى ما قريتوش كله بس في بارت بالنسبه بنتكلم على الرانسوم وير فاميلي عماله بتقل فده شيء كويس. لو بصينا على الريجون بتاعتنا افريقيا مصر مكانها فين في الرانسوم وير ديتكشن احنا نيجي في المرتبه الخامسه بحوالي 5.1% من الاتاكس. طيب وي جيف ريكومنديشن اباوت المالوير وهاو تو سكيور ات ودي السوليوشنز الموجوده عندنا من تريند مايكرو تو سكيور وديفند يو اجينست الرانسوم وير اتاك. ممكن في عندنا بس ممكن سوليوشن كان مش موجود قبل كده في اللي هو الويب سكيورتي او الويب جيت واي سوليوشن بتاعنا. طيب التوبيك الثاني اللي هتكلم فيه او حابب اشيره معاكم حاجه اسمها البيزنس ايميل كومبرومايزد. اتس ايميل اتاكس يندرج تحت الايميل شانل وفات اتاكس بس بسيط ومختلف ومكلف. الاتاك كله بيكلف حوالي 12 بليون لوس جلوبلي. الاتاك الواحده تو بي سكسسفول لانش اجينست اي كومباني حوالي 1000 حاجه و50 دولار. ببساطه خالص هو يختلف ايه عن اي اتاك في الايميل؟ انت هنا مش محتاج ولا اتاشمنت ولا يو ار ال. في انواع لايك السي او فرود بيجي الاتاكر بيبتدي عامل مونيتورنج للميل بتاع السي اي او وشايف الاكتيفيتيز بتاعته بيتكلم ازاي بيرد على الميل ازاي وبيجي في ترانزاكشن معينه بيخدع فرود بيحتال على الفاينانشال اوفيسر او الراجل اللي ماسك الحسابات ويبعت له ميل بنفس الصيغه بنفس طريقه الكلام ويقول له اعمل الترانزاكشن دي حالا immediately للاكونت الفلاني او يجيب هيستوري من كان ميل ثريد قديم ويبتدي يكمل عليه ويبعت يقول غير الترانزاكشن الفلانيه اللي هتحصل دي للاكونت الجديد الفلاني. فطبعا بيشوف الميل الراجل من السي او فبينفذ الترانزاكشن على طول. فبالتالي هو فيري سمارت طبعا سوشيال انجينيرنج اكيد ديفينتلي الاتاكس وفيري زي ما بنقول اتاك واحد بالربح بتاعه كبير جدا. طيب الاتاك مش محتاج اي طبعا محتاج سكيلز اكيد فور اتاكر ان هو يكوندكت اتاك زي ده بس مش محتاج ريسورسز كتيره. اللي احنا شايفينه برضو توقعاتنا ل 2019 ان البيزنس ايميل كومبرومايز ان شاء الله بيقل. احنا عانينا منه السنتين اللي فات بارقام كبيره جدا
بس باذن الله هيقل وهنشوف في البيست براكتس ريكومنديشن. على عكس مثلا في 2017 كنا احنا متوقعين انه هيبقى فيه اكتر من 9 مليون داتا ستول بالبيزنس ايميل كومبرومايز. الريبورت بتاع الاف بي اي في 2018 بيتكلموا في 12.5 بليون، ففعلا كان في زياده. ونفس الارقام الريكورد دي ديتكتد باي اور اتكلمنا السمارت بروتكشن نتورك الانتليجنت جلوبال ثريتس، كان في الهاف 2 من 2017 حوالي 6000، الزياده طفيفه عن الهاف 1 بتاع 2018. طيب ليه بقول اللي احنا بنتوقع السنه الجايه يبقى في ديكريزنج للبيزنس ايميل كومبرومايز؟ اول حاجه الاويرنس، انت محتاج هنا اويرنس للسي ليفل بتاعك بطريقه مختلفه ومور ذان الاويرنس العادي اللي بتديه لليوزرز بتوعك. فالحمد لله ده شايفينه سبب رئيسي من ضمن الاسباب ان البيزنس ايميل كومبرومايز هاز بين ديكريزد. طبعا لو بتقدر تحط ان انت تفيريفاي الترانزاكشن اللي بتحصل دي وتتاكد ان هي فاليد ورايحه للانتيتي، ده هيزود او يوقف طبعا بنسبه كبيره احتماليه ان انت تبقى عرضه لبزنس ايميل كومبرومايز. نفس الفكره ان انت تحط حد ثالث دايما بنسميه السكند اي او حد من بره ان هو يفاليديت الترانزاكشن دي فعلا المفروض تروح تتنقل من هنا لهنا صح. بارقام ده اوفر اول ايميل ثريتس، يعني مش بزنس ايميل كومبرومايز بس، بنتكلم على كل الايميل ثريت سبام وفيشنج وهذه الانواع. فبالنسبه للريجن بتاعتنا افريقيا بالنسبه لمصر 21. حاول برضو ممكن اشير معاكم احنا في 2018 اخر 2017 كنا بنعمل بي او سي وكان في كاستمر لينا موجود عنده الايميل سوليوشنز بتاعتنا وبالصدفه البحته هو بيريبورت او بيكلمنا عادي فبيقول انا عندي ديتكشن غريب وبعد الانفستيجيشن بنشوف بنلاقي التو كيسز او التو انسيدنت اتس ريل بزنس ايميل كومبرومايز. فالكلام اللي انا بتكلم فيه ده مش بعيد عننا يا جماعه، ده احنا عن نفسنا شفناه وبيحصل هنا في مصر. ويعني كان في منهم اكونت كبير شركه كبيره وفي اكونت صغير. فالفكره ليه اتاكر يخلي نفسه يروح يتارجت شركه صغيره عشان يلانش ادفانسد وسكيلز اتاك زي ده؟ برضه اجين الماني اللي بيرجع منه البينفيت ورا الاتاك ده. لو بنتكلم بس على البيزنس ايميل كومبرومايز فجلوبلي الحمد لله احنا مش رانكد في الترتيب ده، اول بلاد طبعا استراليا ويونايتد ستيت ويوكي. طيب عشان اوقف البيزنس ايميل كومبرومايز احنا ادينا بابليك ادفايزر سوليوشنز اللي عندنا من ترند مايكرو الهوست دي ميل سكيورتي والانتر سكان دي زي الفاميلي بتاعه الميل جيت واي سواء زي ما انت قلت هاخدها از سيرفيس او اون بريمس عندك. وطبعا محتاج معاها ان انت تبقى عندك الادفانسد سوليوشن اللي هو الاي بي تي سوليوشن بالانجن بتاع السوشيال انجينيرنج اتاك ديتكشن. طيب اخر حاجه قبل ما اقفل الكلاود اب سكيورتي سوليوشن باي ذا واي ده ديديكيتد للناس اللي عندها هوستد الايميل بتاعها على اي كلاود لايك فور اكزامبل اوفيس 365 والسكان ميل فوركس تشينج او دومينو لو اي بي ام عندك الميل سيرفر بتاعك ده الميل سيرفر سكاننج او سكيورتي فور الميل سيرفر اتسيلف. نبعد عن اللاير بتاعت الجيت واي بننزل انذر سكند لاير دايما مالتيبل ديفنس او ديفنس ان ديبس بيبقى سوليوشن موجود على الميل سيرفر اتسيلف وبيسكان داتابيز وليه بينفيت مختلفه عن الجيت واي. طيب في كل الحاجات والكيسز اللي قلناها واتكلمنا عليها والارقام شايفين طبعا التطور بتاع الاتاكرز وازاي دايما بيطوروا من نفسهم والاتاكس بتاعتهم. احنا كسكيورتي بروفيشنال نعمل ايه؟ طبعا كل البيست براكتس والادفايسز اللي احنا قلناها على اتاك باتاك بعينه ابلايد هير. والنصيحة الأخيرة إن أنت دايما تبقى اللي قلناها في الأول باصص لقدام طول ما أنت شايف الثريت اللي جاي شكله عامل إزاي أنت تقدر تبلان أهيد أو قدامه السوليوشنز من عندك أو البلان اللي أنت توقف بيها الأتاك. دايما زي ما بنقول كده سابق بخطوة، طول ما أنت واخد الخطوة دي قبل الأتاكر ده اللي بنحاول كلنا في الكوميونتي بتاعتنا نعمله ويا رب ربنا يوفقنا ويوفقكم. ده
اتفضل. ده الريبورت لينك لو حد حابب يشوف الفول ريبورتس ويقرا فيه حاجات تانيه. I'm not sharing it with you, انا اسف, بس الموجود الريفرنس اهو فور الريفرنس. وده اللي كنت حابب اقول النهارده. لو حد لينك تاني, في حد عنده اسئله؟ كل الارقام دي انت بتتخيل بتتكلم في وان فيندور, وان سكيورتي فيندور مطلع الارقام دي. عشان تأمن بيها نفسها من يحصل انفكشن عليها وعلى الكاستمرز بتاعها. اوكي طيب, بص يعني اكيد بنستخدم, مش هنروح نستخدم انذر فيندور سوليوشن, بس انت بتتكلم على النتورك بتاعتنا احنا. لو هتمسك ترند مايكرو احنا في الاخر وفي الاخر كومباني زيها زي اي شركه, فانا محتاج برضو السوليوشن اللي تحميني زي اي شركه. فاكيد بنستخدم السوليوشنز بتاعتنا طبعا فور فيرست, وعندنا حاجات تانية. بس يعني اسمح لي, واي يو ار انترست, اللي انا عايز اكده لك من انترست في السكيورتي اللي عندنا. انت ممكن تشوف شركات تانية كتير زينا, بس از ان جنرال برضو سكيورتي فيندور ان هو سكيور نفسه, دي اول حاجه مهمه. ريبيتيشن, لان الكاستمر برضو لو في انسيدنت بريتش للسكيورتي فيندور بتاثر, بتهيت الريبيتيشن على طول نمبر 1. فالحمد لله اقدر اطمنك ان احنا وي didn't عن وان سنجل انسيدنت قبل كده. لا في سنجل انسيدنت بس يعني كان بريتش صغير, كان شير ويت يو, بس يعني مش حاجه, بس وارد ان تحصل. بس تاكد ان احنا دي من اهم البريوريتي عندنا, والسوليوشن بتاعتنا موجوده تو بروتكت النتورك بتاعتنا. شكرا لك. ده اكيد طبعا. عفوا. اتفضل. هاي بتقول ان الشانون 3 بيتارجت الايدج سويتشز. ده اكتيفيتي شفتها في اكونت من ثلاثه. اوكي, طب في حاله لو كان الاورجنايزيشن ما فيهاش سيم سوليوشن, في حاله لو الاورجنايزيشن ما فيهاش سيم سوليوشن تقدر تتذكر من اللوجز اللي بتطلع المال وير, ايه السوليوشنز اللي انت تقدر تتذكر فيها المال وير ده؟ يعني بما ان انت ما فيش لوجز اصلا طلع لك من السيم. طيب طبعا الايدج سويتشز في كام سويتشات, فمش معقول لحد من الكيو هيدخل ده كل يوم عشان يقدر يتكتب مالوير. ففي حاله ما فيش موجود سنسور يوشن, ها في سوليوشنز اللي ممكن نستخدمها ان احنا نتكتب مالوير على ايدج سويتشز. تمام, سؤال كويس. مثير سؤال لحضرتك. وللاسف الكيس الاولانيه برضو اللي بتكلم عليها اللي فيها السويتشات كان في سيم سوليوشن بس اتطفى اللوج, لسبب او لاخر اللوجز بتاعته مش نوت افيلبل. فانت تعتبر في نفس الكيس. يس. ممكن, وارد جدا. فانت برضو بتاكتف في الانفايرمنت بتاعتك او في الانفستيجيشن بتاعك ان انت ما عندكش اللوجز اللي توريك الحاجه زي دي. طيب السوليوشن اول حاجه زي هنرجع ل اتس ران سام وير ومال وير ديفنس. فانت محتاج لاير اوف سوليوشنز اول حاجه بالاند بوينت بتاعك, وعلى النتورك محتاج فورنزيك وانفستيجيشن سوليوشن يبتدي هو اللي يعمل اللوجز اللي يوديها للسيم. مش بنتكلم ان احنا في غنى عن سيم سوليوشن, بس تبقى عندك الكومبوننت اللي بتعمل مونيتورنج للنتورك والترافيك اللي شايفه ده. يعني if you missed the attack على الاند بوينت at least محتاج تشوفه على النتورك, صح كده؟ فانت عايز سوليوشن باي نيم. واحنا لو عندنا ديب ديسكفري فاميلي في نتورك ابلاينس كان مونيتورنج ده للفورنزيك والنتورك. ديب ديسكفري, ديب ديسكفري ده الفاميلي بتاعت السام بوكس, ده الاي بي تي انتي اي بي تي سوليوشن. فعلى لاير النتورك ده يبقى وان سوليوشن يفيد او يقدر يديتكت الاتاكس دي. طبعا لو عندك كان اي بي اس برضو ومحطوط في اللاير بتاع اللي ممكن يبروبوجيت او يتاك فيها السويتشات دي, الاي بي اس رولز مهمه جدا, لانه ده في الاخر هو استخدم فارنابيلتي برضو على السويتش, فالاي بي اس هيوقف الفارنابيلتي دي. احنا الـ يعني الكي بلاير في السيم سوليوشن او الاكبر سيم سوليوشن اغلبيتهم كلها وي هاف نيتف انتجريشن مع السوليوشن بتاعي. يعني الاي بي تي سوليوشن بتاعي الفايندنجز اللي بيلاقيها بيشير الفايندنجز دي مع السيم سوليوشن بتاعك. ولو عندك اي ترين مايكرو اذر سوليوشن هو الشيرنج ده بنسميه الانتليجنس شيرنج, ده بيحصل اوتوميتد بين البرودكتس بتاعتنا وبعضيها.
ممكن توحد في كسكيورتي ادفايزر بنقول السيم سوليوشن هو السنترال لوجز، فبالتالي كده كده اللوجز هتروح عليه وهيشير مع الانتليجنس الفايندنجز بتاعته برضه. تمام، في اي حد عنده اسئله تاني؟ اتفضل. احنا بنقدم بعض من السوليوشن بتاعتنا هوستنج بمعنى از ا سيرفيس. يس، انت مش محتاج يبقى عندك فور اكزامبل فور ميل سيرفيس، ما يبقاش عندك الابلاينس او السيرفر بتاع الميل سكيورتي موجود عند حضرتك في الداتا سنتر، انت ممكن تاخده على كلاود جاست بتري دايركت ترافيك واحنا بنعمل له سكاننج ونبعته لك كلين تاني. تمام، فا از ا سيرفيس عندنا الاند بوينت از ا سيرفيس، الداتا سنتر سوليوشن او السيرفر سوليوشن از ا سيرفيس، عندنا الميل سكيورتي از سيرفيس، الويب سكيورتي از سيرفيس، ف بلانتي اوف سوليوشنز از سيرفيس. اوكي، شكرا. عفوا، في اي حد عنده اسئله او استفسار؟